نعم، اليوم ومساء وغدا كان يوم حافل في تجهيزات الجيش الحر، حيث جيش المجاهدين شن عملية واسعة في جبل معاف الخطير، حيث استطاع من خلال هذه المعركة من تحرير جبل معاف الأرضي الكامل تحرير كل المباني التي كان يتمركز فيها عصابات الأسد شيخ بلاد، وقتل أسر العشرات من جنود الأسد اغتنام بعض الزخائر والأسلحة. كما ذكر بعض المشاركين في هذه المعركة كان جيش المجاهدين وجيش المهار وفصائل أخرى، حيث تمكن الجيش الحر ايضا في معارك كانت في الراجدين الجنوبيه ومدرسه الحكمه من خلال اشتباكات شنها كانت بين الجيش الحر وقوات النظام مساء هذا اليوم، من تدمير مدفع 23 لقوات النظام المتمركزه في ضاحيه الاسد غرب مدينه حلب، وقتل كافر طاقمه بعد استهدافهم بعدد من القذائف من قبل الجيش الحر. بالامس ايضا كان هنالك قصف عنيف على اغلب احياء مدينه حلب، حيث طال كل من طريق هذا القصف الباب وحي القاطرجي وحي الجزماتي والنقارين وضاله عواد وتله الزرزور وتله الشيخ يوسف والمدينه الصناعيه والشيخ ايضا وبيانون وكفر حمراء ومعارك الابريق بالريف الشمالي. وجيش المجاهدون والجبهه الاسلاميه وفصائل اخرى اليوم صباح هذا اليوم يعلنون عن معركة أطلقوا عنها معركة النهروان لاستعادة السيطرة على مناطق حريتان ومعمل آسيا بكفر حمراء من دولة العراق والشام، ولا تزال هذه الاشتباكات على أشدها منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه الساعات. الثوار يطالبون الأهالي في مناطق حريتان وكفر حمراء ومعمل آسيا بالتزام منازلهم خلال الساعات القليلة القادمة حرصا على سلامتهم بسبب الاشتباكات الحاصلة بين جيش المجاهدون والجبهة الإسلامية ومع دولة العراق والشام. عناصر من الدولة في العراق والشام سلموا أنفسهم كما ذكرت أحد المصادر للثوار عند صيدلية كرزون في بلدة كفر حمراء صباح هذا اليوم، كما أن الثوار يعني تم قتل 8 عناصر من دولة العراق والشام أثناء الاشتباكات ويحتجزون 4 آخرين خلال الاشتباكات في هذا الصباح. أيضا الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدون في منصرف آخر يصدران بيانا يعلنان فيه تأييدهما الكامل لمبادرة الأمة التي أعلن عنها الدكتور عبد الله المحسني لإنهاء خلاف الفصائل المجاهدين مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. البيان نقل قال أنه نقبل بكافة المبادرات الشرعية التي يوضع لها وقت زمني محدد ويباشرها قضاة ثقات من كلا الأطراف المتنازعة. أشكرك مراسل شبكة شام أبو مجاهد، حدثتنا من مدينة حلب، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. وهذه الصور التي كنا نشاهدها أحبتنا